بمختلف أنواع الأسلحة وبأعداد كبيرة من المقاتلين، يواصل الجيش الحر إطباق حصاره على محيط كلية المشاة في حلب، قاطعا كل طرق الإمداد على أكثر من 300 عنصر من قوات النظام بين أسوار مبنى الكلية المحاصر. نحن الآن على أسوار كلية المشاة، قريبا سنقتحم هذا الحصن الأسدي الطاغية. كذلك الحال في محيط معسكر وادي الضيف شرق مدينة معرة النعمان في ريف إدلب، حيث اندلعت جولة جديدة من الاشتباكات بين قوات النظام ومقاتلين من عدة كتائب في الجيش الحر في محاولة جديدة لاقتحام المعسكر المحاصر منذ أسابيع. أما في العاصمة دمشق، فقد أفادت سانة الثورة بأن عناصر أمن النظام يشنون حملات دهم واعتقال في شوارع ركن الدين والزاهرة القديمة في حي الميدان بقلب دمشق، كما أفادت بأن قوات النظام قطعت طريق مطار دمشق الدولي ونشرت ألياتها العسكرية عليه وأغلقت طرق شارع بغداد وباب تومة بدمشق. إلى ذلك تعرضت عدة مدن وبلدات في ريف دمشق لقصف جوي من قبل مقاتلات النظام، ترافقت مع قيام الفوج 100 بجديدة عرطوز بقصف مدينتي دارية والمعظمية براجمات الصواريخ وسط قصف على عدد من مناطق الغوطة الشرقية. كما دارت اشتباكات عنيفة في محيط بلدات عقربة وببيلة وبيت سحم، ترافقت مع قصف من الطائرات المروحية على أهداف بتلك المناطق. وإلى دير الزور شرق البلاد، فقد اندلعت اشتباكات عنيفة في معظم أحياء المدينة وبتركيز أكبر في محيط منطقة دوار غسان عبود وسط قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة والهاون على مختلف أحياء المدينة. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر.